والآن نقدم لكم الأستاذ فريد عباس نصير المرأة. وتبقى المرأة قابعة في الظل تعمل بصمت، لا تجد غير النكران من الرجل. سؤال مطروح، من أكثر أهمية، الرجل أم المرأة؟ الرجل الذي يأخذ من المرأة خلاصة حياتها ليستمر، أم المرأة التي تعطي خلاصة حياتها ليستمر الرجل؟ الجواب واضح، فالمرأة هي الأهم. المرأة هي الأرض التي تنبت الحياة، تنبت الشجر والأزهار. شجرة زيتون باسقة على مر العصور، تعطي وتعطي وتعطي بصمت، تعمل على تجدد الحياة. تلك هي المرأة، ولدت وولدت وأنشأت أجيالاً، المبدع المفكر العالم، ليبنوا العالم برقي. لذا وجب علينا نحن رجال هذا العصر أن نمد أيدينا بحب وحنان، بإنحناءة كبيرة برؤوسنا وقبلة من شفاهنا ليد المرأة. وقبل أن نفتح باب النقاش أستميحكم عذراً، دعوني أصمت، فالصمت في حرم الجمال جمال. بتصدقي إني امبارح ما نمت؟ ليش؟ كلام الأستاذ في المحاضرة كتير كتير أثر فيي. أبصر إذا متجوز ولا لا؟ لاحظتي كيف كانت نظراته مركزة علي؟ ما أظن إنه متجوز. يعني يا اللي بدها تاخده. لطيف كتير أستاذ فريد في المحاضرة. بعدين معك، هذه أكيد مجاملة. أبداً يا أستاذ فريد، أنت فعلاً كنت لطيف. يعني يلا اللي راح تاخذك. يعطيك العافية. روح هات يا الطشت وعبيه مية وزيد الملح. طيب تفضل.